دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى الإسراع في استكمال أعداد النصوص القانونية الخاصة بالإعلام، وأكد تبون في رسالة إلى الإعلاميين بمناسبة اليوم الوطني للصحافة حرصه على الوفاء بالالتزامات التي تعهد بها بشأن تكريس حرية التعبير والصحافة. وشدد الرئيس الجزائري على ضرورة العمل على تعزيز الإعلام وترقية الصحافة من خلال الشروع في إصلاحات تشريعية وتنظيمية تؤسس ولها عبر القانون العضوي الجديد للإعلام. ونرحب بضيفنا من الجزائر الإعلامي والباحث السياسي أحسن خلاص. أستاذ أحسن، أهلا بك عبر النافذة المغاربية وعبر سكاي نيوز عربية. ما أهمية هذا القانون الجديد للإعلام في هذا التوقيت بالذات وفق هذه الخطة التي أطلقها الرئيس الجزائري، وأي إصلاحات مطلوبة؟ مساء الخير مشاهدينا الكرام. في الحقيقة التجربة الإعلامية الجزائرية طويلة جدا، تعود إلى أكثر من قرن من الزمن، يعني من عهد الاحتلال الفرنسي إلى الاستقلال إلى يومنا هذا. فيه تراكم كبير للتجربة. الجزائر عرفت عدة قوانين إعلام، خاصة قانون 1982، ثم قانون 1999، وكذلك قانون 2012. وهذه القوانين، هذا الرصيد من القوانين، يعني سير مرحلة. ولكن الإعلام كما هو معروف منذ سنوات قليلة عرف تطورا في عدد رواد الإعلام، يعني المهنيين في كل المجالات، وتفرع أيضا إلى من الصحافة المكتوبة إلى الصحافة السمعية البصرية والصحافة الإلكترونية. ولذا كان من الواجب أن تسد الثغرات القانونية الموجودة التي خلقها هذا التطور، ولا بد من مواكبته من خلال تشريعات جديدة. أيضا هناك حاجة كبيرة أيضا لتنظيم القطاع، لأن بالرغم من أنه تطور كما ونوعا إلى أنه عرف في السنوات الأخيرة نقائص في التنظيم، لابد من تداركها ولابد من العمل على أن لا تستمر هذه النقائص، ومن خلال تشريعات، يعني من خلال قوانين ونصوص تنظيمية لتنظيم المهنة وتنظيم القطاع بشكل عام، والعلاقات الموجودة بين الأطراف المكونة لهذا القطاع من صحفيين وناشرين، وأيضا يعني قطاع المال الداعم للصحافة، وأيضا الإشهار الذي يرافق الإعلام كما هو في كثير من الدول. ولهذا من الضروري إعادة النظر في كثير من النصوص وإصلاحها بحيث تواكب وتحين وتواكب الوضع الحالي، الوضع أيضا الذي يمتاز بتغيرات دولية وتغيرات إقليمية كبيرة. طيب أستاذ أحسن، تتحدث عن تراكم فرضته قوانين سابقة. نعم. ذكرت ثغرات قانونية، قلت إن الإعلام يشهد تطور مستمر وتحديدا في السنوات الأخيرة، ولكن الإصلاحات كيف ستنعكس على حرية الصحافة؟ وأن ذكرت نقاط تقنية، ومنذ قليل تحدثت فقط عن دور المال وتأثيره على الإعلام. طيب، الإعلام له سلاح ذو حدين، قد يؤثر سلبا وقد يؤثر إيجابا. إذا كان لابد من تطهير الإعلام من المال الفاسد بالدرجة الأولى، من المال السياسي أيضا، ولابد إذا أبعدنا هذا النوع من المال يمكن أن نحقق للإعلام استقلالية ونزاهة أكبر قدر من النزاهة، يعني التي تتطلبها الموضوعية في الطرح، و يعني إعادة الاعتبار للمهنة كمهنة، وإبعاد كل التلوث المحيط بها، يعني في كثير من الأحيان لما يكون هناك تسيب من طرف الدولة وتواطؤ، أيضا يمكن أن المال الفاسد أن يتسلل وأن يؤدي دورا سلبيا يؤثر على استقلالية الإعلام. لابد من التفكير من حاليا
في طريقة التخلص من كل الشوائب التي تحيط بالإعلام وتؤثر على استقلاليته وموضوعيته ونزاهته. منذ عقود طبع الإعلام الجزائري عبر أسماء أيضا كبيرة ربما ذهبت إلى نجاحات خارج الجزائر، ما أهمية الاستفادة من الطاقات الإعلامية الجزائرية والذين خرجوا في مراحل سابقة لأسباب إن كانت أمنية أو حتى وفق القوانين والثغرات التي ذكرتها أستاذ أحسن؟ الشيء الذي نلاحظه هو الذي يميز الإعلاميين الجزائريين بالأخص أنهم دائما بقوا مرتبطين بوطنهم ويحنون دائما لخدمة وطنهم، وهذا يعني ليس ربما كلام فقط هكذا، وإنما هو ملموس من خلال كل الإعلاميين الذين نجحوا في تجارب في قنوات دولية عربية بالأخص، ويمكن الاستفادة منهم من خلال إتاحة الفرصة لتكريس تجربة خلق قنوات في الجزائر، قنوات تلفزيونية، ويعني استيراد التجربة التي تمكنوا بها من يعني اختراق الكثير من يعني الآفاق يعني والتطور في هذا المجال يعني. ولا ننسى بأن الوليد أحسن، ما المطلوب يعني لإعادة بناء هذه الثقة التي فقدت في العقود الماضية؟ الوسائل الإعلام الجزائرية. نعم، ما المطلوب لإعادة بناء هذه الثقة بين الجسم الإعلامي والمؤسسات الإعلامية وفق التشريعات الجديدة؟ أولا في اعتقادي وفي وأملي أيضا كإعلامي أن يكون هناك قانون أساسي للصحفي يحمي مهنته، يحميه من كل التأثيرات السلبية، ويحدد حقوقه وواجباته في ظل كما هو ما معمول به في كثير من المهن. وهذا يعني ضروري لنعرف من هو الصحفي الحقيقي ومن هو الدخيل، لأن حقل الإعلام كما هو معروف في السنوات الأخيرة عرف من بين هذه النقص أنه عرف تدخل دخلاء عليه، ولهذا لابد من تطهير القطاع من كل الدخلاء وترك الصحافة للصحفيين والمهنة للمهنيين. أي ثمن اليوم دفعه الإعلام الجزائري في المرحلة السابقة وأنت ربطت يعني بثغرات في تشريعات سابقة وتعديلات خلال السنوات أو العقود الماضية؟ طيب، لما نتحدث عن الثمن الذي دفعه الإعلام، لما ذكرت هذا الحديث عن الثمن تذكرت أن في العشرية السوداء في التسعينيات يعني مهنة الصحافة فقدت أكثر من 60 صحفيا قتيلا يعني في يعني ضحية الإرهاب مثلا. فالصحافة اكتسبت شرعية ومشاركة في الدفاع عن البلاد، في الدفاع عن الجمهورية، في الدفاع عن أسس الدولة الجزائرية، وهذا يشهد لها وهذا يكسبها يعني قيمة وهيبة تاريخية يعني. ولا يمكن لأي سلطة وحكومة مهما كانت أن تتجاوز هذا التاريخ، هذا التاريخ الذي يفرض نفسه على الجميع. وأيضا هناك تضحيات أخرى يعني بذلها الإعلام في الدفاع عن البلاد، والدفاع عن قيم الحرية والديمقراطية وقيم العدالة الاجتماعية والوقوف بجانب المواطن في كل ونقل انشغالاته إلى الرأي العام وإلى السلطات العمومية. أشكرك جزيل الشكر الإعلامي الجزائري المعروف والباحث السياسي أحسن خلاص، كنت معنا مباشرة من استديوهاتنا في العاصمة الجزائر.